وفد مشترك يتحدث أو يفاوض مع الإسرائيليين كما حدث في 2014. الحديث كله عن تقدم من بعض المواقف لدى حماس فيما يتعلق بهذه اللجنة وأن تكون تابعة للحكومة الفلسطينية، لجنة الإسناد المجتمعية في قطاع غزة. هل هذه الزيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تتزامن مع هذه الاجتماعات ما بين فتح وحماس تشي ربما بالاقتراب من بعض التفاهمات؟ أولا، زيارة الأخ الرئيس إلى القاهرة سابقة على موضوع المباحثات واللقاءات بين وفدي الحركتين، وهي منفصلة تماما عن هذا الموضوع، وهي مرتبطة باتفاق مسبق مع القيادة المصرية وشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالتالي، ولكن هل وجود الرئيس محمود عباس في القاهرة قد يساهم، قد من خلال التفاعل المباشر من قبل وفد حركة فتح مع سيادته بشأن بعض التفاصيل ذات الصلة بأي اتفاقات أو أي اقتراحات مطروحة من قبل الأشقاء المصريين أو حتى من طرف قيادة حماس؟ كل هذا ممكن ويساهم إيجابا بالضرورة، ولكن لا علاقة للزيارة بالمحادثات التي تجري بين وفدي الحركتين. طيب، المأمول من هكذا اجتماع وهذه الجولة من المحادثات ما بين فتح وحماس؟ أولا، آمل أن يكون في هناك فعلا كما يرشح من وسائل الإعلام أو بعضها أن هناك تقارب. وفي المرة في الجولة السابقة كان هناك حديث مستفيض فيما يتعلق باللجنة المنوي تشكيلها، وكان اختلاف لجنة ولا الحكومة، ثم كانت في البداية حماس مع الحكومة ومتمسك بالأمر، كانت حركة فتح تتحدث عن اللجنة وكذلك الأشقاء المصريين يتحدثوا عن اللجنة. في آخر ساعات من اللقاءات السابقة غيرت حركة حماس موقفها 180 درجة وباتت تنادي باللجنة وفق المطروح، ولكن دخل هناك في اجتهادات أخرى أثرت على مواقف القوى فيما يتعلق بصيغة اللجنة، لأنه الأساس الذي يجب أن نستند إليه هو وجود الحكومة الفلسطينية صاحبة الولاية الأساسية على القطاع. هي صاحبة الولاية، هي ودولة فلسطين، كما جاء في كلمة الأخ الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة في الدورة 76 عندما طرح برنامجا من 12 نقطة. وبالتالي هذا هو الأساس. وهون هم يعني الحديث الآن عن لجنة إسناد هو تغيير في اسم اللجنة، ولكن هي بالمحصل النهائي اللجنة الإدارية التي تحدثوا عنها سابقا. آمل أن بكل الأحوال آمل بغض النظر عن التفاصيل آمل أن ينجح ممثلو الفريقين من تجسير المسافة والوصول إلى نقاط إيجابية تدفع، وكل لمصلحة الشعب الفلسطيني الذي يعني يرى تدميرا كبيرا وأوضاعا مأساوية في قطاع غزة. من رام الله، عمر الغول الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.